ضيوفنا النهارده هيجوا افواج افواج. يلا صلاح يلا صلاح يلا صلاح الله. اللي قاعد في بيته واللي قاعد على القهوه واللي قاعد حتى في شغله كله كان قاعد بيلعب، كل واحد كان بيلعب في منطقته. تاني يوم والفرحه لسه بسرفانتها. مجدي عبد الغني بيضحكك جدا عشان الجون بتاعه اللي دخله. الكل كان بيتفرج. والكل كان بيقول يا رب محمد صلاح محمد صلاح وابا الله. قال لي خلاص خلصنا بالجون بتاعك. معكم منى الشاذلي الجمعة الساعة 9 مساء على CBC.